السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم نشاطات قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، حياكم الله. في خطوة تعزز الحوار بين الأديان وتسلط الضوء على القيم المشتركة، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية يقدم تحقيقا حول ذكر السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام في الكتب السماوية. بكوادر مهنية متخصصة، المختبر الكيميائي في مركز الفضل لصيانة وحفظ التراث المخطوط والأرشيف الوثائقي، جهود فنية مائزة لحفظ التراث المخطوط وصيانته. بخبرات عالية وتقنيات حديثة، مركز تصوير المخطوطات وفهرستها يؤرشف أكثر من 500 ألف وثيقة أصلية ومصورة. تحت عنوان خطابات القرآن الكريم الصارمة تجاه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بين إلاء اللوم وارتفاع منزلته، مركز الدراسات والمراجعة العلمية يشارك بورقة بحثية في المؤتمر العلمي الدولي الثالث في النجف الأشرف. تحت شعار المكتبات ومؤسسات الأرشيف العربية ودورها في تعزيز الهوية والمواطنة الرقمية، مركز الفهرسة ونظم المعلومات التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة يشارك بورقة بحثية في مؤتمر الاتحاد العربي للمعلومات والمكتبات في سلطنة عمان. في ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، مركز الفكر والإبداع يستعرض إصداره الموسوم جسر الضوء، الزهراء رمزا في الشعر العربي المعاصر. ختام الموجز في أمان الله وحفظه.